أختي ولكنها تقطع. تقطع؟ تقطع ماذا؟ لا عليك منها. حارتكم جميلة ولكنها مزدحمة. أنا التي ستوصلك لهم وتصلك بهم وستصل، بل وصل مهم. وصل وصل وصل. قاطع قاطع. وصل وصل. الحقني الحقني يا سيدي يا أبا الحروف. حسن حسن يا آنسة همزة الوصل، لقد وصل ضيفنا، بإمكانك العودة إلى عملك. هيا قط قط قط. ما هذا؟ واحدة تعطيني مقصا والأخرى تأخذ بخناقي. طبعا هذه وظيفتهما، القص والخنق من وظائف الحروف. يا سيد زاهر، إن عليك أن تجد الأجوبة الصحيحة بنفسك، ولا تمكن معرفة أسرار ما تعمل همزتا القطع والوصل من دون أن تجتاز بنجاح حارات الكلمات. تعني أجتاز حارة الاسم وحارة الفعل وحارة الصفة وحارة الأدوات، حتى أعرف أسرار ما تعمل همزة القطع وآنسة همزة صاد؟ ليست آنسة صاد، قلت لك آنسة همزة الوصل. كل. ما أنا بآكل يا سيد. حريف حريف، وهذا حرف حرف وحرف. الحرف واحد الحروف، أما الحرف فحب رشاد. هذا أبو الحروف وأنا حريف. الحريف هو كل شيء يلذع اللسان وهو من الحرافة. الحرافة ما يلذع اللسان. كالفلفل الحار والفجل والرشاد والبصل. نعم، كالفلفل الحار والرشاد والفجل والبصل. والشطة شطة. ها، والطرشي طرشي. ما هذه الألفاظ؟ يا ساتر، ما هذه الألفاظ؟ يا سيد يا سيد حريف، ما رأيك بالعنبر؟
والله مع حريف حق. شطة، طرشة، عمبة، ما هذه الألفاظ؟ يا ساتر. الشيخ جمعة إذن حريف، لأنه يلذع بلسانه عقلي. قطع واصل، قطع واصل، قطع واصل، قطع. آه إن لو أعرف سركما. مرحبا بكم، بعضكم يعرفني، أنا السيد مثلث ذو الحركات الثلاث، الفتحة، الكسرة، الضمة. ومثلث اليوم جيم نون ها، جنة، جنة، جنة. الجنة بالفتح، البستان، جنة. والجنة بالضم معناها الستر، والستر هو الغطاء. أما الجنة بالكسر فواضح، الجنة يعني الجن. جنة، جنة، جنة. سيقتل بعضهم بعضا. يا علم، يا ناس، سيذبح احدهما الاخر. انتم الحركات، من سيفعل شيئا؟ انتم الحركات، من سيفعل شيئا؟ الحمد لله. ايها الشرطي، ايها الشرطي، اوقف ما يجري، اوقف ما يجري. ايها الشرطي، ايها الشرطي، لا بد من فعل شيء، لا بد من فعل شيء، لا بد من فعل شيء. آه، آه، آه يا رأسي، آه يا رأسي، الحمد لله، الإصابة جاءت في حرف رأسك. حرف؟ أي حرف؟ أي حرف؟ هل في رأسي حرف؟ وأنت، أنت محترفة الضماد، وهذا محترف الضماد، هو حريف وحرف. سأجن، سأجن. الحرف، 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 الحرف. الذي يحدث؟ أنت يا سيدو، يا أبا الحروف، أرجو أن تسمح لي بمغادرة حارتكم. ماذا؟ ولكنك لم تكمل برنامجك بعد يا سيد زاهر. هو عقلي. السلامة لعقلك. عقلي سيضيع بينكم، وانظر ضربة السيف في رأسي. كان عليك أن تعرف ما في حارتنا من أسرار قبل أن تتخذ قرار التدخل، وبئس القرار. ها؟ ما تقول؟ حرفان من حروفكم يتقاتلان، القاف والجيم، يقتل بعضهم بعضا، ولا أحد يتدخل حتى الشرط، وتقول لي بئس القرار؟ هيا هيا يا سيد، يجب أن نبدل الضمادة، هيا. شر البلية ما يضحك. هل تصدق يا سيد، يا أبا الحروف، أن آنسة محترفة الضماد تقول لي الضربة جاءت في حرف رأسك؟ هل في رأسي حرف؟ حسنا يا سيد زاهر، ستحصل على قرص برنامج الحروف، ولكن يجب أن تعرف الحلول بنفسك إذا أردت أن تكمل معرفة الحروف بتفوق. حامل البرنامج يساعدك، ولكن إذا اعتمدت عليه كليا فستظل ضعيفا. ها، وصل حامل برنامج الحروف. ها؟ أنت؟ تفضل. حامل برنامج الحروف هو الديسك إذن. حذاري من نطق كلمة ديسك أمامهم،
وإلا مسقت إربا إربا. وصل قرص برنامج الحروف يا سيد. وصل. وقع على الإيصال إذن. وصل الإيصال آنسة همزة الوصل. آه إن لو أعرف سرك. آه حسن يا سيد يا أبا الحروف، أعتذر لك وأعدك بأني لن أستعمل هذا الديسك عفوا حامل البرنامج إلا في حال الاضطرار. اقطع. ها؟ اقطع 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 اقطع. هيا اقطع. هيا بنا. هيا اقطع. هيا يا سيد. هيا سيتلوث جرحك وربما ينتقل من حرف رأسك إلى أعماقه. حرف قولي لي يا آنسة محترفة الضماد، لما لا تقدمين المساعدة للمريض الذي يطلب النجدة ولا أحد يساعده؟ عليك أن تكتشف ذلك بنفسك. أو بهذا. الأمر يعود لك. الشيخ جمعة. أهلا بك يا سيد زاهر، كيف تجري الأمور معك في حارة الحروف؟ يكاد عقلي يضيع. هذه علامة تقدم، لقد بدأ عقلك يعمل. أين تذهب؟ أريد منك أن تساعدني على. ألا أستطيع يا سيد زاهر، فلدي درس عمومي. عمومي؟ ثم عليك هنا أن تكتشف كل شيء بنفسك. بنفسك 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 بنفسك. سأستعمل من فوري هذا الديسك. قل قرص البرنامج ولا تقل ديسك. من وضع يده على من؟ مالي وكل هذا أعمل في الكي، كي الملابس، يدي هي التي تعمل فقط، ورأسي في نعيم. أما الآن فعذاب الرأس ليس كمثله عذاب. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. المتنبي المتنبي المتنبي. صحيح والله، ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. من البلية عذل من لا يرعوي عن غيه، وخطاب من لا يفهم من لا يفهم.
نفسي، فإن لم أقدر فآخر الداء الكي. أمثال الدنيا مثل، أمثال وآخر الداء الكي. لا يا بني، قلت المثل مغلوط. مغلوطة؟ قلت وآخر الداء الكي، أفي ذلك غلط؟ الكي داء أم دواء؟ الكي الكي دواء طبعا. قل إذن آخر الدواء الكي وليس الداء. آخر الداء الصحة إن شاء الله، إن شاء الله. أو الموت. يا سيد، يا سيد، يا سيد. دواء. دواء؟ أبرأسك حاجة إلى دواء؟ بالله عليك اتركي رأسي وشأنه، ثم إنه لم يعد لي رأس حتى أداويه. حسن، اهدأ اهدأ. كرر كرر كرر. الذي فعلت بهذا البهلوان حتى يفعل بك ما يفعل؟ لا أدري، لم أفعل شيئا، والراء لا يقبل أن أتبعه. تنحى جانبا ولا تحاول. كرر كرر كرر. ولما؟ قانون الحروف. كرر كرر كرر. قانون الحروف، ما أفهم. لا بد أن حرف الراء يقصد أمرا بعينه. ما هو؟ سيسير بكم كتاب التراث ويطوف بين أعاجيب أفعال الحروف. قال أحد رواة أخبار الزمان: ضمن ليل سمر مع بعض الأخوان، وتشعب الحديث في كل مكان، حتى انتهى إلى اللدغة في حرف الراء. واللثغ في الراء هو أن تنطق الراء غيناً أو لعماً. وأعجب ما سمعناه في مجلسنا ذاك ما حدثنا به عبد الواحد بن محمد النخعي عن العالم الفقيه واصل بن عطاء ولدغته في الراء. كان واصل بن عطاء أحد الأعاجيب، وكان ألثغ شديد اللدغة في الراء، ولكنه كان يخلص كلامه جميعه من الراء. تعني أنه لا يستعمل حرف الراء أبدا؟ أجل، هذا مما لا يعقل. معنى ذلك أنه كان يتجنب كل كلمة فيها راء، وهذا محال. ما جاءكم قول الشاعر فيه يمدحه باجتنابه الراء على كثرة ترددها في الكلام، ويجعل البر قمحاً
في تصرفه وخالف الراء حتى احتال للشعر ولم يطق مطرا والقول يعجله فعاد بالغيث إشفاقا من المطر. يستبدل القمح بالبر والغيث بالمطر. قلت قد خالف الراء حتى احتال للشعر، بما احتال للشعر؟ لا أدري، ربما قال خصلة أو خصل. دعونا من كلمة أو ثلاث أو حتى عشر، لكن ما يفعل بكلمات الراء التي لا تستوعبها الألوف؟ أنا مخبرك بهذا يا علي بن هارون. روي أنه تخاصم مع الشاعر الضرير بشار بن برد. شاعر وضرير وبشار بن برد، كله راءات ويخاصمه. يأتيك الخبر. كان بشار قد عرض بواصل بن عطاء أيما تعريض ولهج بذلك بين الناس حتى لم يبق صغير أو كبير إلا وردد شعره في هجاء واصل بن عطاء. ما لهذا الأعمى المكنى بأبي معاد من يقتله؟ والله لولا أن الغيلة خلق من أخلاق الغالية لبعثت إليه من يبعج بطنه على مضجعه ثم لا يكون إلا عقيلية. لم يقل راء قط، فانظروا كيف تجنب الراء في جميع ما قال. قال هذا الأعمى ولم يقل بشارا ولا ابن برد ولا الضرير ولا البصير، وقال الغالية ولم يقل المغيرية، وقال بعثت ولم يقل أرسلت، وقال على مضجعه ولم يقل على فراشه أو مرقده، وقال يبعج ولم يقل يبقر. أما ذكره العقيلية فلأن بشارا كان نازلا فيهم. إنه من العجب العجاب. أما أنا فكواصل ابن عطاء كنت ألثق بالراء وعمري لم يتجاوز السنوات السبع، ولكني تخلصت من اللدغة بطريقة أخرى غير طريقة واصل ابن عطاء. طيب هات يا ابن هارون. من أنت يا بني؟ علي بن هارون.